خايفة على عيالي يتأثرون بالمشاكل اليومية، بيتأثرون، لأن الطفل اللي مولود في بيئة فيها حب بعد 20 سنة بيأثر عليه، بيبين ثقة بالنفس، الذكاء العاطفي القوي. زين، واللي عايش في بيئة فيها مشاحنات أكيد بيشعر بالظلم، بيشعر عنده كسرة، فبيعيش الكسرة بقلبه. تمام، زين، شو تقدرين تسوين؟ قدر الإمكان أي شيء مشاكل بينكم، أي شيء خليها بعيد عنهم. اتفقي أنت وهو، أحيانا ما نقدر، ما في اتفاق اصلا، انتوا اصلا مو متفقين، تتفقين انه يستوي الكلام والمناقشه مش امام العيال، حتى هاي صعبه. لكن قدر الامكان، قدر الامكان انت خليك عندك طاقه قويه من الداخل، طاقه فيها فعلا قدره انك انت تودين لسانك مثلا، ما تبين تردين الحين، ما تبين تتناقشين، مش تغلطين، لا 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 استغفر الله، لا ما تبين تتناقشين، حتى لو مثلا قال لك كلمه انت تبين تردين لا تردين، حاولي انك تكونين مريحه بالعكس، يعني عشان العيال، كثر ما تقدرين، كثر ما تقدرين. وحلي امورك بعد ما يرقدون، حلي امورك في السياره، اطلعوا اطلبي منه ممكن اتكلم معاك، يعني حاولي انك تلاقين حلول.